السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. في حلقتنا اليوم لقاء الضيف في جروب جازان ثقافة وأدب. يشرفنا في هذه اللحظة سعادة الدكتور هادي بن محمد البحاري، المدير التنفيذي لشركة رواد الطموح، والسيرة الذاتية أمامكم وكل ما يخص الدكتور أمامكم. دقيقة وسوف نبدأ وننطلق. أولا نرحب بالدكتور ونتشرف فيه ونسمع منه كلمة بدائية نبدأ بإذن الله تعالى وننطلق في هذا الحوار. أهلا وسهلا بك دكتور. أحبابي جروب أو مجموعة جازان ثقافة وأدب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعبر عن سعادتي بهذه الاستضافة، وأشكر من الأعماق الأخ القدير يحيى الأمير على الدعوة، وكذلك الأخ الرائع إبراهيم دلح الذي نسق ورتب لهذا اللقاء. أعجبني كثيرا فكرة فكرة استثمار مثل هذه التقنية في تبادل الخبرات ويعني تلاقحها ويعني تحويل هذه التقنية من تضييع للوقت أو ترفيه إلى منبر من منابر الإصلاح والتوعية والإرشاد والشعر والأدب والعلوم. فشكرا لكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأمسية للتحاور وتبادل وجهات النظر فيما يرتقي بنا على المستوى الشخصي وبما يرتقي بمستوى منطقتنا الجميلة، منطقة جازان الحبيبة. سعادة الدكتور هادي بن علي بحاري، أتمنى من سعادتكم بداية انطلاقك الدراسية تشرح لنا طريقة مسيرة عملك إلى وصلت لهذا المكان بملاحظة صوتية لا تقل عن دقيقة. السلام عليكم. الدراسة كانت المرحلة الابتدائية في قرية اسمها العداية، والمتوسطة جزء منها في قرية اسمها الجمالة، ثم الباحر أكملت المتوسطة، ثم الثانوية ثانوية الصبيان، ثم الجامعة جامعة الملك سعود. بالنسبة للعمل تخرجت عام 1413 تخصص كيمياء، ودرست سنة واحدة، ثم انتقلت مشرفا للنشاط الكشفي 3 سنوات، ثم مشرفا للنشاط العلمي سنة واحدة في تعليم صبيان، ثم انتقلت إلى جهاز الوزارة وعملت ما يقارب 20 سنة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي. وفي الوزارة كنت مديرا لإدارة النشاط العلمي ومنسقا وطنيا أو مشرفا وطنيا لبرنامج جلوبال بيئي، وأمين عام لمبادرة ارتقاء شراكة الأسرة مع المدرسة والمجتمع. ثم تقاعدت عام 1438 تقاعدا مبكراً.